شكرا. السيد الرئيس، السيدات المستشارات المحترمات، السادة المستشار المحترمون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتشرف بحضور هذه الجلسة العامة لمجلس المستشارين للمرة الأولى برسم الولاية التشريعية الجديدة، وأغتنم هذه الفرصة لأحيي السيدات والسادة المستشارين الأفاضل، وأتقدم بالشكر لجميع الفرق بمجلسكم الموقر على تفضلها بطرح أسئلتها الآنية التي تتمحور كلها حول مستجدات القضية الوطنية. السيدات والسادة المستشارون المحترمون، ونحن في غمار احتفالات الشعب المغربي بالذكرى 46 للمسيرة الخضراء المضفرة، كان خطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله وبكل المقاييس خطابا شافيا ومؤسسا أبرز بوضوح معالم العقيدة الدبلوماسية المغربية بشأن قضية وحدتنا الترابية وعززها بأفق سياسي متكامل. يشكل خطاب جلالة الملك أيده الله في ذكرى المسيرة الخضراء هذه السنة خارطة الطريق واضحة المعالم لترسيخ مغربية الصحراء وتحصيل مكتسبات بلادنا في المحافل الدولية، ومؤشرا على انطلاق فصل جديد من التعبئة الوطنية الشاملة وراء جلالته في إطار رؤية بعيدة المدى صاغ جلالته معالمها وترم التوجه بكل حزم وثقة نحو الطي النهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول مغربية الصحراء. لقد شهد الجميع أن الفترة الأخيرة شهدت زخما غير مسبوق من التطورات، وأكدها الخطاب الملكي السامي بالتطورات الهادئة والهادفة، ويمكن اختزال العقيدة الدبلوماسية كما وضعها جلالة الملك حول هذه القضية في الخطاب الملكي الأخير إلى ثلاث عناصر. أولا، أن مغربية الصحراء حقيقة ثابتة لا رجعة فيها، تكرست على المستوى الدولي من خلال المكتسبات الحاسمة التي حققها المغرب في السنوات الأخيرة، مما أعطى للعمل الخارجي مصداقية يعززها إجماع كل مكونات الأمة وتلاحم كافة قواها الحية وراء جلالة الملك نصره الله وأيده. المحور الثاني في هذه العقيدة هو أن المغرب بقدر ما لا يتفاوض على صحرائه فهو منخرط بشكل بناء في المسلسل الأممي بهدف إيجاد حل سياسي سلمي نهائي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل في إطار السيادة المغربية والوحدة الترابية للمملكة. والمحور الثالث، وهو المسيرة التنموية الشاملة لأقاليمنا الجنوبية التي يحرص عليها جلالة الملك في إطار رؤيته السامية التي تروم النهوض بأقاليمنا الصحراوية العزيزة وجعلها كما قال جلالة الملك قاطرة لتنزيل جهوية المتقدمة بما تفتحه من آفاق تنموية ومشاركة سياسية حقيقية، انتهى قول جلالة الملك. فيما يتعلق بالمحور الأول، وهو أن تثبيت مغربية الصحراء وأنها حقيقة ثابتة غير قابلة للتصرف ولا للتفاوض، لقد أكد جلالة الملك بكل عزم وحزم أن مغربية الصحراء حقيقة ثابتة لا نقاش فيها بحكم التاريخ والشرعية وإرادة أبنائها واعتراف دولي واسع ومتزايد. إن هذا التأكيد الملكي الصريح رسالة قوية وواضحة للجميع من شأنها رفع أي لبس أو تأويل مغلوط للموقف الوطني للمملكة المغربية، ذلك أن تدبير قضية الصحراء المغربية يتم في إطار سيادة المغرب الكاملة والغير القابلة للمساومة على صحرائه، وفي إطار مبادرة الحكم الذاتي كحد أوحد لحل هذا النزاع المفتعل. ويتمم المغرب عاليا استمرار تكريس الشرعية التمثيلية لمنتخبي الصحراء المغربية داخل المنتدب الدولي وهيئات الأمم المتحدة، حيث ترسخت مشاركة المنتخبين الشرعيين للأقاليم الجنوبية بدعوة رسمية من الأمم المتحدة وللمرة الثالثة على التوالي في أشغال لجان وندوات الجمعية العامة ذات الصلة كممثلين عن جزء لا يتجزأ من تراب المملكة وشعبها. وسيواصل الممثلون المحليون للأقاليم الجنوبية المشاركة كما كان الأمر السابق في الموائد المستديرة التي كرسها مجلس الأمن كآلية واحدة للتوصل إلى الحل السياسي المنشود. إذا النقطة الأولى واللي هي أساسية في العقيدة الدبلوماسية المغربية كما وضح جلالة الملك هي أن الصحراء مغربية، وهذه حقيقة، وسنستمر بتعليمات من جلالة الملك في العمل على أن يكون هناك تأييد دولي أوسع لمغربية الصحراء من خلال القنصليات، من خلال اتفاقيات، أو من خلال الإعلانات الرسمية لهذه الدول. النقطة الثانية هي أن بقدر المغرب مقتنع بمغربية الصحراء وبحقوقه وبأنه لا يتفاوض عليها، فإنه منخرط بشكل بناء في البحث عن حل لنزاع إقليمي مفتعل نابع من معارضة دولة جارة لحقوق المغرب الشرعية في استكمال وحدته الترابية. هذا علاش كيتفاوض المغرب على هذا الحل لهذا النزاع المفتعل وليس على الصحراء. إن تمسك المغرب بالمسار السياسي الأممي مبني على إعلانه الصريح أن مغربية الصحراء لن تكون يوما كما قال جلالة الملك ولن تكون أبدا مطروحة فوق طاولة المفاوضات. وكما أكد ذلك جلالة الملك في خطابه السامي
إنما التفاوض من أجل إيجاد حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل. ومن هذا المنطلق يأتي التزام المملكة المغربية بالدعم الكامل للأمين العام أنطونيو غوتيريس ولمبعوثه الشخصي الجديد ستيفان دي ميستورا من أجل إيجاد حل نهائي لهذا النزاع المفتعل في إطار مبادرة الحكم الذاتي ولا غير ولا شيء غير ذلك. ومن في هذا السياق عزز مجلس الأمن في قراره الأخير قبل أيام قرار 2602 عزز موقف المغرب من خلال أولا تجديد التأكيد على أولوية المبادرة المغربية للحكم الذاتي وإقبار جميع المقاربات والأطروحات المتجاوزة التي تحاول بعض الأطراف إعادة إحيائها. ثانيا التنويه بالزخم المنبثق عن المائدتي المستديرتي الأولى والثانية في جنيف والتأكيد الصريح أن صيغة الموائد المستديرة بمشاركة كل الأطراف الحقيقية لهذا النزاع رغم أن هذه الصيغة تمت محاربتها أثناء مناقشة مجلس الأمن بشراسة من قبل بعض الأطراف الحقيقية فإن مجلس الأمن أكد أن الموائد المستديرة تبقى الآلية الوحيدة للسير قدما في المسلسل السياسي. ثالثا شدد مجلس الأمن على مشاركة الأطراف المعنية الحقيقية بالنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية بالإشارة إليها بالاسم أكثر من 6 مرات رغم كل مناوراتها وضغوطاتها على أعضاء مجلس الأمن لتغييب دورها والتنصل من مسؤوليتها. رابعا أكد المجلس على محددات ومرجعيات المسلسل الأممي الرامي إلى إيجاد حل سياسي واقعي عملي مستدام ومتوافق بشأنه وهو ما يعني بأن كل حل غير واقعي كل حل غير قابل للتطبيق كل حل غير عملي فهو غير مطروح نهائيا كحل لهذا النزاع المفتعل. خامسا أخذ مجلس الأمن على الأطراف الأخرى وخاصة ميليشيات البوليزاريو انتهاكها وقف إطلاق النار القائم منذ 1991 وطالبها بالكف عن الأعمال المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة. وأخيرا شدد مجلس الأمن على ضرورة إحصاء ساكنة مخيمات تندوف في إشارة واضحة إلى مسؤولية البلد المضيف علما بأن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة كان قد نبه إلى الوضع الإنساني والحقوقي المتردي التي تعيشه ساكنة المخيمات والاختلاسات الممنهجة للمساعدات الإنسانية الموجهة إلى المحتجزين. إذا المغرب غيبقى مستمر في الاشتغال بشكل بناء مع الأمين العام والمبعوث الشخصي في إطار مرجعيات مجلس الأمن وفي إطار المحددات والخطوط الحمراء اللي عند المملكة المغربية سواء فيما يخص أطراف النزاع سواء فيما يخص مسار الوصول إلى الحل أو فيما يخص محددات هذا الحل. المحور الثالث في العقيدة اللي حددها جلالة الملك في الخطاب الأخير مرتبط بأن التنمية وتطوير الأقاليم الجنوبية للمملكة هو كذلك مفتاح لحل هذه القضية. لقد نوه الخطاب الملكي السامي إلى التطورات الإيجابية التي تعرفها قضية الصحراء وأنها كما قال جلالة الملك تعزز أيضا مسار التنمية المتواصلة التي تشهدها أقاليمنا الجنوبية. فقد استطاع المغرب بقيادة الرشيدة لصاحب الجلالة إطلاق دينامية تنموية فاعلة تمكن من تعبئة استثمارات هامة من شأنها النهوض بالرأس المال البشري وتثمين منتجات الأقاليم الجنوبية ومواردها الطبيعية ودعم البنيات التحتية والاستثمار في النسيج الاقتصادي. وكما شدد جلالة الملك فللمغرب والحمد لله شركاء دوليون صادقون يستمرون إلى جانب القطاع الخاص الوطني في إطار من الوضوح والشفافية بما يعود بالخير على ساكنة المنطقة. وكان جلالة الملك واضح بأن المغرب لن يوقع أي اتفاق ولن ينخرط في أي مفاوضات اقتصادية أو تجارية لا تشمل كل ترابه الوطني من طنجة إلى الجويرة. وبالموازنة مع ذلك تواصل المملكة تنزيل ورش الجهوية المتقدمة كخيار استراتيجي مبني على الرؤية السامية لجلالة الملك والتي تثري المسار التنموي للأقاليم الجنوبية شأنها في ذلك شأن باقي جهات المملكة. وفي هذا الإطار ستستمر السياسات الحكومية على نهج تعزيز البنيات التحتية وتجويد المقومات الاقتصادية والاجتماعية وتثمين جاذبيتها لاستثمارات الأجنبية لتصبح الأقاليم الجنوبية كما قال جلالة الملك باب المغرب وبوابة المغرب إلى القارة الإفريقية وتصبح منصة اقتصادية مهمة للتنمية في المنطقة. السيد الرئيس، السيدات والسادة المستشارون المحترمون، إن التطورات التي تعرفها القضية الوطنية تستدعي أكثر من أي وقت مضى مواصلة تجمد جميع القوى الحية وتعبئتها التامة وراء صاحب الجلالة للدفاع عن الوحدة الترابية والتصدي للمناورات اليائسة لخصوم الوحدة الترابية. وأختتم هذه المناسبة لأشير بالدور الهام الذي تلعبه الدبلوماسية البرلمانية في الدفاع عن القضية الوطنية والجهود التي يبذلها ممثل الأمة في الترافع عنها في إطار الدبلوماسية البرلمانية والموازية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.